ادعي بأن هذا المقطع تمثيل وهذه دمية. يا جماعة هذا المقطع حقيقي، ومو مرة الناس على بالهم هذا حق شخص واحد. اليوم اكتشفنا، أنا مع الشيخ حسن، الشيخ حسن يدري في الموضوع، يعرف أسماء وكل شيء، لكن قاعد ينبهنا أن أنتم حاطين مقطع واحد وهو حق رجلي أمن، وكل واحد في مكان غير عن الثاني، ما يموتون، يسقطون على الأرض وتبدأ السيارات تدوسهم. يا جماعة أسألكم بالله، هذا مو عنف، هذا مو عنف، هذا شيء اسمه فوق العنف، وحشية، وحشية اللي يسويها ترى مو بشر. وشنو الحقد اللي فيك؟ إنسان يبي يموت قاعد يحتضر وتدوسه بسيارتك، مو بس كذي، تطقه بصخرة على راسه وترميه بالعصا على راسه. يا جماعة، جماعة ترى أنا ما قاعد تمثيل، شوفوا هذا المقطع عشان تعرفون هؤلاء الناس إلى أي درجة شحنوا ضد من سكنوا معهم لعشرات السنين. شوفوا المقطع. وذلك بقتلهم أحد أفراد قوات الأمن، حيث قام المجرمون بعد دهسه بالسيارة بالتجمع حوله لركله وإلقاء الحجارة عليه دون رحمة إلى أن فارق الحياة. ولم يكتفوا بذلك، إذ واصلوا في التنكيل بجثة شهيد الواجب بأفعال بربرية وحشية، استمرارا في تفريغ هذا الحقد الدفين الذي جردهم من أي مشاعر أو ذنب للقيام بمثل هذه الجرائم الوحشية التي تتنافى مع أدنى حدود الإنسانية، والتي لا يرضاها دين أو مذهب لأي إنسان كان. جاني زولة من بعيد، وشفت طيفة في المنام، لابس ثوب جديد أبيض بلون السلام، وابتدى بحل الكلام، قال أنا صرت الشهيد اللي نال أعلى وسام. يا أهل الدير اسمعوني، الشجاعة من صفاتي، حتى لو هم عذبوني والثمن أصبح حياتي، 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 في بلادي ادفنوني وافرحوا لي في مماتي وفي عالمها كفنوني، 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 هذه أغلى أمنياتي، هذه أغلى أمنياتي. شيخ سلمية، والله ما يعني اقول لك، ترى الذل ليس من صفاتنا، احنا اهل عزة واهل شهامة، والمسلمين اصحاب العقيدة ترى يستطيعون ان يذودوا عن اعراضهم وبلادهم، لكن للأسف أن تعطي الناس حريات وحقوق فوق أصلا أهل السنة في بلادنا، وبعدها تستغل هذه الطيبة وهذا التعامل وهذه الحريات فتقتل وتسفك الدماء وتدوس على الجثث وتمثل فيها. من الذي شحنك على هذا؟ ما فكرت يوم من الأيام ليش الشحن في القلوب، الشحن، 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 وتستغلون حادثة منذ 1400 سنة من فعلها مجرمون علشان
أهداف سياسية للأسف خبيثة، أهداف ليست من الدين في شيء وليست من الأخلاق في شيء. أنا ما ودي أتعبكم. بحرين اللي عرفناها، بحرين اللي عشنا فيها، اللي درسنا فيها، اللي عطتنا العز والكرامة، اللي فخرنا فيها، هذه مو بحرين. وصلنا لمرحلة إحنا ما نقدر ننساها، المشاهد هذه، الحالة اللي شفناها في بناتنا، هذه المشاهد اللي شفناها في نسواننا، الخوف، الفزع، الفوضى. أنتوا الشعب الكويتي يمكن أكثر من يستطيع أن يفهم المشاهد، وأنتوا عشتوا في ظل أزمة احتلال غاشم عراقي للبلد. إحنا عشنا من داخل البلد ناس نزعوا الإنسانية. إحنا كبحرينيين أخاطب من هالقناة جلالة الملك، احنا ما نبغي عفو لهؤلاء المجرمين. اذا نبغي ترجع البحرين كما كانت مثل ما ذكرت البلد الامن المطمئن، لا بد ولا رؤوس الفندق ان يعاقبوا اشد العقوبه، حتى ما نعيش هاللحظات مره ثانيه بعد 10 سنوات. كل 10 سنوات احنا نذوق نفس المشاهد هذه. لكن نبغي البحرين الامنه، ما تكون امنه الا بعد ان يعاقب هؤلاء المجرمون المسؤولين عن هذه المشاهد. احنا نريد بحرين السلام، مثل ما نكررها احنا دائما في يعني في تحيه العلم، بحرين دوله بلد السلام. شلون تكون سلام اذا كان رؤوس الفتنه يعفى عنهم مره ومرتين وثلاث؟ ثم بعد ذلك شفنا حتى الذين كانوا موالين للحكومه منهم مستشارين. انا بقول لك اسماء هؤلاء الذين كانوا من اول الفتنه ما حد تكلم منهم، لكن لما تم تطهير المستشفى وتم تطهير دوار اللولو شفنا شلون تكلموا. مستشار الملك اللي هو محمد علي الستري، وزير الإسكان، قدم استقالة جماعية. معناته البحرين كان يعيش في مؤامرة كبيرة. حتى هؤلاء الموالون أعضاء مجلس الشورى، ندى حفاظ، محمد حسن باقر، ضياء الموسوي، محمد هادي الحلواجي، شاع الملك، رباب العريض، حبيب كل هؤلاء مستشار مجلس القضاء، حتى القضاء 12 قاضي غير رئيس الشيخ أحمد العصفور، مستشار وزارة الداخلية. يعني كلهم كانت مؤامرة كبيرة على البحرين. من الذين قادوا المعارضة نفس عيسى قاسم وعلي سلمان وحسن بشيمع إلى الناس اللي كانوا ساكتين. لكن لما البحرين خذت خطوة تطهير هؤلاء من الفتنة وتم القبض على مجموعة من هؤلاء، بشيمع وإبراهيم شريف وهؤلاء، رأيناهم يتكلمون ويقدمون استقالة جماعية، فهم شركاء في الجريمة. وهذه مثل ما تفضلت أنا أظن هي مؤامرة كانت مخطط لها منذ سنوات، وكنا نسمع من بعض المتطرفين هنا وهناك يقولها: راح نسقط البحرين، ثم نسقط الكويت، ثم نسقط الشرقية، ثم نعمل مملكة البحرين الكبرى. لكن أنا لهم هذا، حنا شعوب راح نعيش بأمن وسلام رغم عن أنوفهم. ويا مملكة البحرين، إذا أردتم الحياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فاصل ونرجع لكم مرة. شيخ، أنت عرفت على أو لمحت على مستشفى السلمانية اللي أول الأيام صار في احتلال تقريبا، وأوذي حتى يعني بعض الناس اللي فيه بعض الجرحى وما استطاع المريض يوصل له. في حادثة ذكرت لها قبل شوي. ذكرت أن اليوم جرادة اليوم جات الأيام صرحت أن وقت الاقتحام كان موجود، اللي هو القائم بأعمال السفير الإيراني كان موجود. وين؟ داخل المستشفى؟ داخل مستشفى السلمانية. يمكن يعالج؟ لا شيء عالج. هو كان أصلا وجده كان في مخزن الأسلحة في المستشفى السلمانية، وكان يهرب الأسلحة لما اقتحموا، كان يهرب الأسلحة. عفوا دشيت الموضوع ثاني. أنت إذا القائم بالسفارة بأعمال السفارة الإيرانية كان له علاقة باللي قاعد يصير؟ لا شك. وإحنا كنا أصلا إحنا كنا في البداية حاسين أن هناك نزعة طائفية في الموضوع، وأيضا أيادي صفوية. حسن مشيمع صرح قال أن إذا تم هذه قبل دخول درع الجزيرة، لو دخل احنا بندخل نطلب تدخل ايراني. زين، بقول لك شيء شيخ، يمكن انت اول مره تسمع عني او بعض الاخوان المشاهدين. موقع ايراني .ir الان راح نحط صورته، نزل اليوم او امس، فتح باب عمليات انتحاريه داخل البحرين. اللي بيتطوع في ايران لعمليات انتحاريه داخل البحرين يسجل اسمه. تدري شوف الان العدد كم وصل؟ 1686 رجل من إيران يتطوع لعمل تفجير داخل البحرين، ويقولون ما له علاقة بإيران. شيخ، شنو هالتناقض؟ إحنا وين عايشين يعني؟ واحد لهالدرجة ما يصدق اللي يشوفه؟ معنا اكتشفنا إحنا أن القنوات الإيرانية العربية نفس الاتجاه نفس العالم كانت تزور الحقائق وتجيب صور حتى مظاهرات في اليمن وتقول أن البحرين، حتى تكثر المجاميع.
فأنا أعتقد أن هذه الأشياء مثل الموقع، وحتى لما وصلوا لمرحلة أن أحرجوا بقضية الحوار، حتى علي سلمان اللي هو أمين عام جمعية الوفاق ويدعي وطنيته، قال الشيخ عبد الله محمود إذا دخل درع جزيرة البحرين إحنا بندخل القوات الإيرانية في البحرين. شيخ أنا أتكلم على بعض حتى اللي هني عندنا اللي يقول إيش علاقة تدخل الخارجي بالبحرين؟ يا جماعة أنا في الكويت ولا بقطر ولا بالبحرين ولا إمارات ولا عمان ولا السعودية ما سافرت. أنا لما أروح الرياض رايح ديرتي، أنا لما أجلس في البحرين أنا ما أعتبر نفسي مسافر إلا في الأحكام الشرعية بس. أنا لما أكون في دولة أوروبية ولا آسيوية وأشوف أي سفارة خليجية أعتبرها سفارة بلدي. إحنا مجلس تعاون.